متابعين معكم بلقاءاتنا مباشرة من يوم جديد. حان وقت دكتور رائد محسن اختصاصي بالإرشاد والتوجيه العائلي والزواجي. دكتور صباح الخير. صباح الخير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. أهلا وسهلا فيك دكتور. خليني أقول للأهالي وبسمعها كتير إنه بضل عتلينين هم أولادهم لما بيصيروا بالمدرسة، لما بينتقلوا على الجامعة خلص هناك بحسوا إنه بأمان، صار ناضج، بدبر حاله، بتقوى شخصيته. طبعا هيدا بعيد عن خياره للاختصاص، فالسؤال هون إلى أي مدى يعني الأهل الأم والبي يعني بيضطروا إنهم يتابعوا حتى لو عن بعد، يعرفوا تفاصيل حياة ابنهم أو بنتهم الجامعية وسير إذا بدك هيك العلاقات وغير الأشياء الأكاديمية، بحق لهم هالقد يتدخلوا من بعد ما بيكونوا أكيد شاركون بخيارهم، نصحون، عطيوهم من خبرتهم، خاصة إذا في حدا عم بيكمل نفس الاختصاص الأهل بالبيت ليكملوا استمرارية العمل والشركة والمؤسسة اللي عندهم إياها؟ خلينا نقول انه نحن نقول تحصيل حاصل. الاهل بيكونوا عم يتابعوا دراسه ابنائهم وبناتهم خلال المرحله الدراسيه بالمدرسيه ابتدائيه تكميليه ثانويه، نعم. واذا ما كانوا بيكون في تقصير من الاهل. هلا بالمرحله الجامعيه ما بنسميه تقصير من الاهل، لانه بيفتكروا مثل ما حضرتك قدمت انه خلص انه صاروا بالجامعه، معناتها بيتحملوا مسؤوليه حالهم انفسهم الى حد بعيد. هذا صحيح انه مزبوط، اغلب الطلاب بالمرحله الجامعيه بيكونوا مسؤولين عن دراساتهم، عن امتحاناتهم، عن تحصيلهم الاكاديمي، الدرجات، العلامات، لكن في اقليه بتكون بعدها غير مسؤوله، والاهل بيتفاجئوا ولا بل ينصدموا انه بنتي او ابني صار له بالجامعه سنتين ومفروض تخرج، تقول بعد سنه او سنتين، بيطلع بعد ضبطه 3 سنين تيتخرج، او ان كان بجامعه خاصه او الجامعه الوطنيه بالجامعه اللبنانيه. هلا نعم. الفرق بين الاثنين انه بالجامعه اللبنانيه بيكون عم بضيع وقت ما كتير، لانه القسط كمان هي مساله نسبيه، لبعض الاهل قسط الجامعه اللبنانيه صار كتير، بس مقارنه مع الجامعات الخاصه منه كتير، بس ضيع وقت من حياته او حياتها. نعم. بجامعات خاصه بيكون ضيع مصاري، في طلاب اوقات بياخذوا المصاري وما بيسجلوا بالجامعات الخاصه، وبيحمل كتب وبروح على البيت وبقول لهم بكره عندي امتحان، وليلي سهران عند صاحبي عند رفيقي بدرس، وهذا على الاناث والذكور، يعني بيطلع انه القسط هو عم بياخده مثل ما بيقولوا عم بضبه لجيبته، صحيح. او عم بيروح على الجامعه عم بيدفع القسط فصل ورا فصل ورا فصل، رسوب ورا رسوب ورا رسوب، وبيطلع انه صار له بالجامعه 3 سنين بعد بده 3 سنين، كيف هالحكي هذا؟ فاذا لا، الاهل هم بعض الاهل بدهم يعرفوا انه بنامن على اولادنا وبنحكي وبناخذ بنعطي معهم. هيدا كله مرتبط بشغله، يعني ما بعرف واضحه ونحن حكينا عنها كثير. هل نحن نمضي وقت نوعي مع اولادنا بمرحله حياتهم كلها، يعني 7 سنين، 8 سنين، و10 سنين، و15 سنين، و17 سنة، إذا نمضي معهم وقت ونعرف أولادنا، معناتنا باستطاعتنا قراءة بناتنا وأبنائنا، قراءة وجوههم، قراءة سلوكهم، قراءتهم لما يكون عم بخبوا شيء. نعم. فإذا تفضل دكتور، يعني تصديقك على كلامك، في بعض الأهالي بيبقوا مطمنين بالهم مثل ما حضرتك سردت بالوقائع، وفجأة بيجيهم تليفون من إدارة الجامعة بيسألوا عن ابنهم أو بنتهم ما عم يحضروا. كيف ما عم يحضروا؟ ما كل يوم الصبح بيروحوا بيرجعوا عشية وما عم كتبهم وعم بيدرسوا عند رفقاتهم، وإذ يعني هيدا التصرف هروب من شو بالنسبة للولاد ليتصرفوا بالطريقة؟ هروب من الواجبات أو مرغمين على إكمال دراستهم وهن ما بدهم، أو اختصاص مش عزوقهم فرض عليهم، أو يمكن عم بيكونوا عرضة للتنمر إذا كان في أوضاع اجتماعية وطبقات مختلفة إذا كنا بجامعات خاصة أو حتى بالجامعة اللبنانية الوطنية؟ عادة في أسباب عديدة، يعني بس إنه بكون كيف بدك تقول إنه بما إنه أنا غيبت عن هالصفوف، عن هالفصول الدراسية هيدي، بتصير يلا بكره برجع بلحق،
بكره برجع بحضر. هلا في جامعات خاصه عندها قوانين بالحضور، يعني اذا تغيب صحيح اكثر من عدد معين من المرات ما مظبوط بقعد يحق له يفوت على الصف. في جامعات ما عندها حضور الزامي، بس هو بصير يقول ما بكره برجع بلحق، بيوصل لمطرح معين ما بقعد فيه لحق، بيستسلم، بصير روح على الجامعه بس بضل خارج الصفوف. حياه الجامعيه فيها حياه اجتماعيه، ونحن نشجع الطلاب دائما بالجامعه انه بدكم تعيشوها كلها، بدكم تختبروا كل الحياه الجامعيه الاكاديميه منها والانشطه الطلابيه والحياه الاجتماعيه. بقى نعم مثل ما في طلاب بيروحوا بس على فصولهم الدراسيه بنقول لهم هذا لا يكفي، بده يكون عندكم حياتكم الاجتماعيه بالجامعه، في طلاب بيركزوا على الحياه الاجتماعيه بنقول لهم بس الاساس وين الفصول الدراسيه. بقى لما يصير يقول بكره بلحق بلحق وما بقعد يلحق، بقول خلاص بليغ الفصل كله سوا، بيخفي عن اهله. طيب هلا نرجع للي انا عم بقوله، طيب كيف الاهل فين يعرفوا؟ يعني اذا كان في تاريخ من الـ الاداء الاكاديمي غير جيد بالمرحله الثانويه، بيتوقعوا الاهل انه يتابعوا ابنهم او بنتهم بالمرحله الجامعيه. طب انا بقول اذا كان الاداء الاكاديمي لا باس به، او جيد او جيد جدا المرحله الثانويه، وكان العكس المرحله الجامعيه، كيف تعرفوا؟ شو هي الاشارات؟ انا ما في لكم اشارات، بدهم الاشارات لما يتابعوا. عم بروح، عم بتروح على المدرسه، عم بروح على الجامعه، سوري، عم بروح على الجامعه، عم بيجي من الجامعه وحكيه كله كلام جامعي، وممكن يجيب وصل من الجامعه انه دفع كمان، ويكون وصل منه صحيح مزور، وجيبكم علامات وقادر يفوت على السيستم على الكمبيوتر على السيستم، وانتم واقفين حده يفرجيكم علاماته الناجحه بالجامعه، وهو قادر انه يزعبر فيها مثل ما بنقول. فاذا ما فيكم تعرفوا هالشيء، ما في اشارات الا اذا انتم مثل ما قلت انا سابقا وحكيين بفقرات عديده موجوده على اليوتيوب، اهميه تفاعل واحتكاك الاهل مع بناتهم وابنائهم طيله فتره حياتهم لمعرفه هالشيء اللي عم نحكي عنه. نعم طيب هلا في دكتور، اهل يعني مثل عفوا اذا عندك فكره بعد، بس خليني اقول لك سؤالي، يعني اذا وصلوا لهيدي المرحله وتفاجئوا باولادهم قادرين يعني يرجعوا يرمموا العلاقه وطريقه التواصل والتفاهم، ل يعني يفهمون انه نحن بدنا كرمالكم، هدفنا نجاحكم، مستقبلكم لإلكم قبل ما يكون لإلنا كأهل، قادرين يعملوها بهيدي المرحله من بعد ما يكون الأهل الطالب أو الطالبة عاشوا إذا بدك هيدي الحرية، زعبروا على أهلهم، يمكن عملوا أشياء خارج الإطار المسموح تحت غطاء أنه هيدا الوصل وهودي الكرات والشنطة على ظهري صحيح. هلا هذا الاهل، هذا الكلام عم نقوله الاهل بيقولوه، انه انا بدي كرمالك، بدي كرمالك، كرمال مستقبلك، كرمال، بيحكوه. بس هلا شو العمل؟ هلا في الاهل لما ينقذوا مثل ما بنقول بيتصلوا بالجامعه، بيقول مع مين فينا نحكي بالجامعه تشوف اوكي حضور بنتي وسلوكها الاكاديمي وعلاماتها ودرجاتها والى اخره، وفي جهه معينه كل جامعه عندها حدا انه يحكوا معه، بيجوا بيشوفوا الحضور، بيتصلوا بالاساتذه بالهيئه التعليميه، بيقولوا انه صارت غيبه هالقد، حاضره هالقد، علاماتها لحد هلا هالقد، كثير منيح. اذا فينا نرجع نتابع الشاب او الصبيه، بس اللي اوقات بكون صار لهم 3 سنين ومعدلهم نزل عما هو مطلوب، فصل ورا فصل ورا فصل، بصيروا مفصولين اكاديميا عن الجامعه ومن ثم مطرودين اكاديميا من الجامعه. يعني هيدي هناك الصدمة. هون ما في انقاذ، ما في انقاذ. نعم الاهل قلبهم طري، قلبهم حنون، بما معناه انه ابننا صار له سنه ونص مثلا مثل ما بنحكي بالدارج عم بلوطع، عم بلوطع يعني عم بضيع وقته، عم بضيع وقته، ما عم بفوت الى اخره، علامات رسمي بيجي هلا بيوعدهم انه 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 خلص انا هلا رح اعرف وامشي مزبوط كما يجب. بقول له يا عمي حرام، ما بصير انه عم تدفع قسط بالافات الدولارات، مفروض انه يعمل شيء ويشوف الحياه، ان يتذوق الحياه دون شهاده جامعيه. بخلي قلبكم مش يقسر، اعملوا خلي قلبكم طري مثل ما هو، لكن شغلوا المنطق وقولوا له بما انه انت صار لك سنه ونص وما في شيء تحصيل، يبدو انه منك جاهز انت هلا لتكون بالدراسه الجامعيه، اشتغل ما عليه، ما هو ضيع سنه ونص، ضيع بعد مش صح تضيع هلا، اذا روح نص سنه او سنه كامله دون دراسه جامعيه واشتغل، هيدي خبره على السي في، على الكريكولم فيتا، على السيره الذاتيه تبعه، عم بيشتغل قبل ما في شيء، سنه ونص ما عمل شيء، اذا واحد اجى طلع بكره مقابله لوظيفه
وقال له ليه علمتك كل مساقطين سنه ونص ما عملت شيء، لكن بمطرح معين في سنه اشتغل فيها، هيدي قبل التخرج. فاذا هون عم بقول انه هيدي منا قساوه قلب، لكن هيدا منطق انه طاعه. بدك انت تجرب الحياه بدون شهاده جامعيه، روح اشتغل وشوف قد ايه بتطلع مصاري بدون ما هن يعطوه مصروف، لانه الاهل منهم مسؤولين عن اولادهم انه اذا كان منه بالجامعه صار عمرك فوق ال 18 رح تطلع مصروفك. شوف نعم قد ايه بتتعب تقدر تطلع، خاصه اذا كان معود على مستوى حياه معينه. نعم فهي المصاري نحن يعني اهل عم بيدفع، معناتها يحق لك بكل قوانين الجامعات عندما تدفع يحق لك السؤال عن اداء ابنك او بنتك او بنتكم الاكاديمي. قد ايه نعم في امهات سنجل ماذرز، ام عازبه او غير متزوجه بسبب طلاق والاب لا نعم يتعرف على اقساط ابنائه، او زوجها متوفي وهي عم تشتغل وتكدح وبنتها او ابنها عايشينها انه عباد مستريح، انه حياه رواق، انه انا صرت نعم بالجامعه، نعم انه ساعه بدي فوت على الصف ساعه بدي ما فوت على الصف. طبعا احنا عم نحكي عن اقليه، الاكثريه هي صحيح مدسومه. طيب مية هون بالمية بترجعي مية كمان بالمية بعد ما عم تتدين عم بس هيدي تشتغل. الأقلية دكتور، إذا بتوافقني الرأي، لأن بدي أختم بهيدي الفكرة بعد معي دقيقة. هيدي الأقلية ممكن تشوفها بالعيلة الميسورة والعيلة الغير ميسورة، يعني كل واحد عنده سبب ليتصرف بهالطريقة. بيكونوا الغير ميسورين يعني الأهل عم بيدفعوا دم قلبهم مثل ما بنقولها هيك بالعربي الدارج، مثل ما قلت حضرتك بالعربي المشبرح، بالوقت يمكن بيكون عم بيعمل الشاب ولا صبي ردة فعل من هيدا الواقع، والعيلة الميسورة لأنها هالقد مغنج وهالقد وصل لها كل شيء، وإن تعلمت ولا ما تعلمت إنه البابا والماما ما رح يحرمون، مأمنين لهم الخميرة مثل ما منقول. شو 100%. بتقول عن هيدي الفكرة هيك لنختم معك إذا لا بتريد؟ لا لا انت مظبوط 100%، انه ان كانت عائله ميسوره ماديا وغير ميسوره ماديا يمكن ابنه او بنته يعملوا اللي نحن عم نحكي عنه. بنختم بقول انه اذا كان بنتكم او ابنكم بحاله دراسيه ممتازه مرحله او جيده جدا، مرحله معذبوكم مرحله ثانويه، يجب متابعتهم مرحله جامعيه مثل ما كنا نحكي مع اولادنا. انه نعم نعم لما اولادنا يحكوا معنا يقولوا اخذت بالكورس بهالماده هالقد والامتحان هالقد، هذا الحديث اليومي. طيب فاذا هذه متابعتهم بطريقه بنعرف انه ما عندهم مشكله. لما نقول في نقزه عند الام او الاب، في شك، طيب ابني على هذا الشك واتصلوا بالجامعه نعم وروحوا شوفوا كيف ادائه، يمكن يطلع كثير منيح. بس انه وقت بيجوا اهل بيسالوا والاداره الجامعيه بتقول لهم لا، انه ليه انت هالقد مهموم، لا بس هيك بتطمن بالي. فاذا هاي المصاري ما عم تلاقوها على الطريق بدكم قبيلة شو بس علامات، نعم فهيدي العلامات انه المفروض انه تشوفوها وتكون واقعه قدامكم بورقه موقعه من الجامعه، مش بس ابنكم او بنتكم يفتحوها بالبيت، لان فيهم يفرجوكم بدكم اياها. مثل ما قلنا شكرا نعم لك على الوقت اللي اعطيتوني اياه. ولا مزيد من الغوص بهذا الموضوع يعني بيقدروا يتابعوك على اليوتيوب شانل خاصة فيك دكتور رائد محسن لمزيد من الإيضاحات، واللي حابب بيقدر يرجع كمان على أوتيوب شانل خاصة بالأو تي في على اليوتيوب لتابعوا ريران، وطبعا كل المعلومات اللي بتورد على لسان دكتور رائد محسن. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية، ثانكيو على كل المواضيع الحلوة والمفيدة. مشاهدينا منروح مباشرة إلى كلود سعد خبير الطاقة والتجميل بحلقة مسجلة، إنما كأنها لايف لأن دايما هيك بيحسسنا بحضوره أكان مسجل ولا لايف. ومن بعدها عادة ما بحب استعمل إنه ما تروحوا لمطرح، بلا روحوا اعملوا اللي بدكم إياه، قضوا حاجتكم شو ما بدكم تعملوا، بس بتمنى عليكم من بعد تتابعوا كلود، ومن بعد كلود تضلكم معنا على المشاهدة، لأن دكتور سمير طوم حاضر مع توقعات فلكية لشهر شباط للأبراج 12، وحسب وقتنا قديه بيسمح لنا منغوص أكثر بتوقعات خارج إطار الأبراج 12. فخليكم برفقتنا لغاية الساعة 11:30 من يوم جديد، وأنا بشوفكم.